تدير تيك توك تشطا غير بالكساوي والكورونات. واش المراه اللي قالت لك انا مشيت عند امي راه الشراب شربته؟ اين ام هذه؟ اين ام هذه؟ امها قالت لي الشيش، قلت لك راه الجواد ديالها غيضربوك، بغاو الشيشه. واش اللي باغي يجيب الحولي يختن به الدري ويسمي الدري، واش غيدير ليه الحنه وزيف خضر؟ داو الدري عنده سبع ايام لالا عايشه وذبحوا به، دابا اللها ديالو راه مثقوب، راه مسكين زيزون. ماشي غير حقوق المراه والراجل غيتلاح الصباط. الا الا السلام عليكم خوتي المغاربه. هاد الحكايه اللي غنحكي لكم، انا طرات ليا مع النساب ديالي والجوجه ديالي المثل اللي تيقول لك جينا نستروها لقينا امها واختها باعوها، فوقاش باعوها؟ فوق الدار ديالي وانا في دار غفلون. علاش؟ نيتي حسنه. المشكل اللي عندي هو المراه ديالي خديتها من الحي المحمدي وديجا كانت مجوجه جواز مسيار، كانت مجوجه امها السعودي جواز مسيار، كانت مشات لتركيا وجات بركات في الرباط. حتى الاخت ديالها الجواز المسيار هي تيقولوا جواز المتعه، غيعطيها واحد المبلغ اللي غيعيش معاه واحد مده شهر شهرين الله يعاون. حتى الاخت ديالها تزوجت جواز مسيار بساكنه الحي المحمدي بسوق السلام، دارت العرس وبرزات بوحدها، لان العريس مضر، العريس ما خصوش يبان، العريس عاطي غير الفلوس، خصها غير تجي عنده الفندق تدوز معاه ليله الله يعاون. السلام عليكم. انا دخلت بني مع الناس بنيتي حسنه على الحب على الاحترام على الزوجيه البيت. انا عرفتها عاودت لي قالت لي بان قالت لي ان الام ديالي مستغلاني، امي تتبيع وتشري فيا. ما نكذبش، خرجات من الدار مده 3 ايام معايا مستغله، ولحد الان ما مستغله الاخت ديالها، ما مجوجاها ما عندها اولاد ما والو. اش غيديروا؟ غيربيوا الولد ديالي اللي رجعوه زيزون، طفل عنده عام وشهر رجع زيزون، ما خلقوش الله زيزون، هما سبابو تا ولا زيزون. الاكتشاف تيجيو عندي للدار تيهزوا المراه. تزوجت بها؟ درت العرس، قلت ما درتش ماشي مشكل، درت العرس، عرس ما درتوش ديال الدراوش، عرس درتو ديال الاليبار، كبرت بهم، كبرت بهم انايا، وهما تيطعنوني في الدار ديالي. مني مشيت كريت جيت للدار عندها قلت لها راني كريت جميع حويجاتك باش نمشيو للمحنه، خرجت الام ديالها، قالت لي والله الا ديتيها غدي لي الشمعه باش خدامه. بقينا بحال ما هو كان نزاع، خرجاتها لي بجلابه. بجلابه، مشيت كريت في سوق السلام، دازت واحد المده 4 ايام، بقاو معاه في اتصال سمحي لينا ما سمحي لينا، امها هذيك ما منعتهاش عليها، انا باقي ما مكتشفتش هذا الشيء، ما كانتش ما باغا تزوجها لي مع النهار الاول. ما كانتش. تيهجموا عليا للدار، تيديروا بزاف الحوايج في الدار عندي. تيجيبوا معاهم اسخاش بحال العيالات، اسخاش رجاله بحال العيالات تيجيبوهم وانا ما كاينش. تينوضوا لي من الجيران حشومه عيب وعار، الجيران تيقول لي راجلك درويش الله يعمر ليها دار، خويت السكنه الاولى السكنه الثانيه الثالثه، والهدف ديالهم كان هما باغيين يجيو يسكنوني عندهم في الدار، كراو لي ب 1000 درهم بيت عندهم في الدار وتياكلوا ويشربوا معايا، تياكلوا ويشربوا معايا. انا تما اكتشفت بان الشعوذه السحر. واحد النهار انا خدام المجيه اللي جيت داخل تلقى جوج السواعده، جوج السواعده مريحين مع امها في الدار، تتقول لهم بان الدريات صغار وباقيين دريات زوينين، تعطيوني النص والنص يوصلوا لعندكم. ماشي غير على مراتي، تتجر حتى في الدريات هذه، ماشي تتبيع وتشري غير في بنتها ومرتي، حتى دريات اخرين. هذه الاملاك كامله، الاملاك كامله، حتى دابا تتحول في الاملاك هي في اسماء راجلها، راجلها تيبيع الديطاي، تينوض مع الساد الصباح تيمشي يبيع ويشري في الديطاي، ما تيجيش. حتى هو قال لي مالك على حالتك، شوف وسكت واللي بغيتيه يكون، شوف وسكت بحال هكا. والتحقيقات عليا وعليهم، شنو تنملك انا وشنو تيملكو هما. انا راه عندي غير جوج رويدات، انا غير دريويش، انا هاد السيده خديتها درت ليها الذهب البلازما، حتى حاجه ما خلاتها مرتاحه، هي الهدف ديالها تبقى مجلوقاني ومجلوقالي هذاك الدري باركين في الدار. انا تصداع بشوت الناس، حتى الشرطه مني غادي تدخل في الامر، الشرطه مني غتدخل في الامر وتبعت غتلقى هاد الكلام ماشي كذب. انا ولدت معاهم صداع، كانت الاخت ديالها
السعوديه، اختها تتمشي للسعوديه 4 ايام 5 ايام تتصيفر للسواد، انا ما عندهاش الشركات باش غتمشي تبرك 4 ايام 10 ايام وتما جايه، تتمشي تما عندها خيط تما سعودي تما خيط هو اللي معاهم في التلصيع، وحتى هاد العصابه السوبورس ولا دخلت السلطات غلقاو بنا خاليه كبيره. الله الله الذي يعلم، مني هاد المراه تمشي تكري الفيلات في الوالديه اشنو فاش خدامه؟ انت خدامه غير في الجماعه، ولدك خدام غير سيكيريتي تيبيع الحوايج موظفه في الجماعه وما تمشيش. تعطي لواحد خينا في الشهر تعطيه 300 درهم وتيدير ليها رجال، راه ما مريضاش. هادشي اللي يدخلوا فيه التحقيق، واش اللي مريض؟ اللي مريض تيدير نزاهه، واش اللي مريض تيريح في الخلا؟ يدي مرت الراجل، يدي مرت الراجل ويريح في الخلا ويحط شوايه ويبدا يشوي في الحوت، ثم ثلاثه العيالات، فين هو الراجل اللي معاكم؟ من لقيت السواعد انا هادو المشاكل، قالت لي راه بنتي مصيفطه ليا شي فلوس معاهم، الور تما بقيت عايش مده شهر، جات البنت ديالها، مني جات البنت ديالها قالت لي غنختل لك ولدك، هاد الدخله الاولى. وما تيتخلصوا مع الدي في الكره، قالت لي غنختل لك الولد ديالك. انا بغيت نعرف كيفاش الطريقه ديال نختل الولد، هما ما كانوش بغاو يختنوا ولدي، كانوا بغاو يختنوه وفي نفس الوقت باغيين يدخلوا الحضره، واش اللي باغي يجيب الحولي يختن به الدري ويسمي الدري، واش غيدير ليه الحنه وزيف خضر؟ راه ما غيديرش ليه الحنه وزيف خضر، كانوا بغاو يختنوا الدري ويدخلوه في المراسيم ديال الشعواده. حنا راه تنامنوا غير بلا اله الا الله. داو الدري عنده 7 ايام لالا عايشه وذبحوا به، دابا اللها ديالو راه متقوب، راه مسكين زيزون، الحق عنده خصو يدوي دابا، دابا خصو يقول ماما وبابا، وباقي لحد الان تيخرجوه ما تيدخلوه حتى ل 11 الليل، وتنشوف هادشي امام عيني. انا انسان دوست في الحياه، جمعت راسي مده 7 سنين حتى السلطات طلع عليا، درت كريريسه، بغيت الحلال، راه نعاود المثال ديال جينا نستروها باعوها. فوق راس البوهالي، لكن انا لقاوني حديده، راه لقاوني مسمار، لقاوني راجل، راه ما نتباع ما نتسرى، راه يوزنوني هو يتوزنوا هما ونتوزن انا بالرجوله ديالي. انا راه حمامه، راه فما ولاني نعيش حمامه انا بالكرامه ديالي، اما هما راه تتنوض مرا تتحكم في الدار. واش مرا تحكم في الدار؟ راه والله العظيم لو تاخذ البرا ديالها، لو تاخذ البرا ديالها غنبقى تابعها، تابعها، لان عندي صبي تابعه دارهم، ضاقت الفلوس. واش المراه اللي مشات جابت الخاتم ب 90,000؟ واش المراه اللي قالت لك انا مشيت عند امي راه الشراب شرب جو؟ اين ام هذه؟ ودابا انا من تحت منهم متعرض للتهديدات، منهم متعرض للتهديدات، وتنقول لخوتي المغاربه عقلوا على هاد الوجه. مني غبرات عيطت ليها، جيت انا مع خرجت مع الخمسه الصباح، خليت لها المصروف ديالها، مني جيت ما لقيتهاش في الدار. الو فينك؟ قالت لي انا مع امي في الوالديه. او اش وصلك الوالديه؟ شويه قالت لي حقا احنا في ولاد فرج، راه مات لينا واحد خينا، هي قرات في الاول، شويه نغزتها اختها حداها وقلبات الفيلم، قالت لي انا راه في ولاد فرج، هي راه في الوالديه كاري الفيلا وحتى الصور وحتى الفيديوهات اللي تتصورها اختها، علم الله اتصور كرة من تيك توك تيتهزوا ويتباعوا للسواعده، تيقول لهم هاتوما تدير تيك توك، تشطاح غير بالكساوي والكولونات وشنو؟ دابا انا غنتابعها قضائيا، انا ما غنطلقش، غنتابعها قضائيا، لان هذا سميتو بلد المغرب، هذا المغرب بلد السلطه، بلد القانون، عندنا ملك، عندنا حكومه، ماشي غير حقوق المراه والراجل غيتلاح صباط، الا المحكمه الاسره فيها الظالم والمظلوم، وهاد الناس راه ظلموني، وهاد الناس خاص السلطات الاجراءات فيهم، هاد الناس تكوين عصابه وعصابه خطيره. انا هادشي كوما شوش بعيني، راه ما يمكنش ليا غنشرو، والله ما غنشرو. ولدي دابا انا ما شوش، دابا قولي مده دابا ديال 15 يوم ما شيفش ولدي، يعني مني تنجي تنبغي غندوق تيخرج باي وقف على الباب فوقيا زعما انا، والموسيقى والاغاني والدري وسطهم اختها حاطه شيشه وهي شيشه، يلا ندخلوا الخبره، انا تنتعاطى الكارو، هي تتعاطى الشيشه، وعلم الله شنو تتعاطى. كاين السلطات اللي غيدخلوا في هذا الشيء، هذا الامر انا ما غنساهش، انا ما غنساهمش من المعركه، انا ماشي عبد ربي اللي قال لي صافي غنطلق المراه وعندها اربعه الاولاد وغادي نمشي نتزوج ونولد مع مراه ولاد اخرى، لا سيدي، هذاك ولدي الا مشيت خليته مع دوك التريكه
غنتحاسب عليه في الدنيا. اسيدي نعطيها انا المصروف، ولكن نعرف ولدي فين غيعيش. واش ولدي دابا انا والبارح جاي تلقى اختها مع واحد جاي تا هو خدام في هادشي ديال الشعواده. هذا هو اللي بغيت انا السلطات تجيبه، ما غنقولوش الاسم ديالو تا لا عند السلطات. هذا خطير على المجتمع تا هو، هذا تيدور من منطقه لمنطقه، ما عندوش منطقه وحده، من منطقه لمنطقه. التعريف ديالو عرفوه في مكناس في الهادي بن عيسى، تما تيعرفوا الدريات هذوك اللي تيقولوا حنا مجذوبين وما راه ما مجذوبين والو، غير تيضحكوا على راسهم. تيعرفوا الدريات تما بساكن القصيرات، من تيعرفوا الدريات القصيرات بنات 20 عام 21 عام تيقوموا معها باللازم، تيطمعوها بشويه الفلوس تيجيبوها معهم. حتى مني كان مشاو العام الاول مكناس قبل ما ناخذ المراه، دابا مده عامين قبل ما ناخذها، اكتشفتهم جابوا جوج دريات معاهم، جابوا ناضوريه وجابوا دريه بنت مكناس. هذيك الناضوريه وقعت معاهم في نزاع، وقعت معاهم في نزاع وخرجت بحالتها مسكينه بالباليزه في الليل. وشديت ليها انا الطاكسي، قالت لي شو خويا اش داروا لي هاد الناس. شديت لها الطاكسي قلت لها سيري لاكار، سيري عند والديك، راه هما اللي غيدوموا لك، هما تيمشيو هادشي تيديروا هادشي ديال الحضره والجدبه. حتى الام ديالها واحد النهار وقعت معايا على الحد، صافي على قلت الله اكبر باش تعرفوا كلامي ماشي كذب. وقعت معايا في الكلام الاخر، لاحت لي الرامي، قالت لي دابا شوف انت خديت خصك تحل معاها القبه، اين قبه في القبات؟ قالت لي يا بنتي راه تتشوف هما اش تيديروا، تيستثمروا ببنتهم. يعني تطيح شي واحد مسكين جاي عنده شي مشكل، انت عندك وعندك وعندك، ورا ما عندوش هذاك السي، يعني جميع الاهداف فيهم. شتم انا، شتم انا شاده البانيو حاطاه تتلوح تصاور عباد الله تدير الدون. شتا انا مشيت معاهم الجديده بغاو يدخلوني شكوك زعما باش نخاف انا. هذاك الشيء نصب واحتيال داروا عليا. طاحت المراه، واش المراه اللي تطيح تتقول لك ديني للبحر مع الربعة الصباح، تتقول لك بغيت الشيشه، تتقول لك بغيت عين دياب، واش الجن طاح بغى الذهب؟ الجن طاح بغى الذهب، صافي دابا الجن طاح بغى الذهب. امها قالت لي واش الشيش؟ قلت لك راه الجواد ديالها غيضربوك، بغاو الشيشه، بغات الشيشه. والام ديالها قالت لي الشي والله العظيم انا باريه منك، راه جوادها غيضربوك، راه لا ما ضربكش الله، راه ما يضربكش شي واحد. ما جبتش الشيشه، انا ماشي رهواني، انا رجل قانوني، انا رجل قانوني محترم النفس ديالي معروف في الحي المحمدي. لا ما بغيتهاش، الله اودي بغيت ولدي نعرفوا فين غيعيش. ذنوبها على قلت الله اكبر في صلاه المغرب على والديها، على والديها، على والديها. انا دعيت امها واختها الله، لكن ما تبعتني في الدنيا، انا تابع هي كلبتني تبعك، قالت لي انا تابعك كلبك احلى، انا تابعك كلب بيض تيعرف الله سبحانه وتعالى. بربي تنطيحها في الهدف. معايا الشهود، معايا الاخت، معايا كانت ساكنه معايا في الدار، ومعايا الصديق، معايا اختي الاخت ديالي هذه كانت ساكنه معايا، هذه الاخت ديالي جارتي كانت ساكنه معايا، ومعايا الصديق اللي كان تيورصني مع الخمسة الصباح. يعني هذا غيعطيكم الخبار كامله. جارت هذا السيد كان جاري الله يعمرها، دار ما خاص هي ما خاصها تا خير، ولكن هي هذا السيد الله يعمرها دار هو درويش ماشي ديال ماشي ديال تكرفس، وهي ما كترحموش مسكين، ما كتخليش فيها تنسى، فيها تعيربوا الحزام والتحت ما تخلى فيها تنسى، ما سميتو ما كتخليش يخدم على خاطره، فين ما يخرج يترزق الله وخالد وخالد، شوهاته في الدرب ما خلاتش فيها كتنسى، كتعيرو بالحزام والتحت، ما دارتوش بما راجلها، دارته بحال خدام عندها. كانوا يجيو عائلتها كيعيروها تيقولوا لي علاش علاش انتي تترجعي مع راجلك عاوتاني؟ لا كتجي امها وكتحيح عليها وكتجي مع اختها. وكانوا دايجين فاش يلا سكنوا قالوا لها بداو الناس كيقولوا لها راه معاهم واحد السيده عليا، انا ام عزيبه عندي جوج وليدات، انا هاد السيد كيعرفني مزيان اش كنسوى، انا امراه ومقاومه بوليداتي، هذا تا هو السيد مقوم بولده، ولكن المراه ما عندهاش الدراع، ما عندهاش الدراع، ما قداش على الراجل. اش كانت تقول عليا؟ كانت تقول كانت كتشري لي الصداع مع الجارات بجوج، كاينين جوج جارات كتشري لي الصداع، ملي كتشري لي الصداع كتنوض الغاوط في الدار، تبغى تطيح الروح بسببها هي، بسببها هي بسببها هي كانت غطيح الروح. الغاب هو خدام كينوض مع الصباح مع الخمسة الصباح،
وهي ما كترحموش ما كترحموش ما كتعرفش ما فيهاش حس انسانيه ما فيهاش حس انسانيه نهائيا. شرا لها سلسله ديال الذهب كورونا شرا لها بلازما وكيعطى الفلوس مصروف هي كتقول لهم لا كيلوح ليا جوج دراهم. عنديش فين اختي فيما كيوقع لي شي حاجه كيجي عندي حد كنت فارق ثاني واخد من هو في المارشي انا اللي كنوض مع ست الصباع دي موتور او تريبورتور كنمشي معايا نهار بغا يشري الدب في هذيك ثلاث شهور اللي كان الحصار ممنوع تخرج هذيك جا عندي قال لي انا لاصقاني على سلسله مشى خدا لي سلسله ب 14000 والله شاهد عليا. المره الثانيه بان لي جايب كاروسه هاد التلفاز هذيك الكعبوب قلت له مالا قال لي انا برشطتني راه بغات بلازما مشى شرا بلازما قدامي نهار العيد الكبير شرا حولي هو الاول كتبوش هو الاول شرا الحولي دخلوا رجعتوا لي انا جايب الموتور تتعرض لي قال لي كي جاك الحولي قلت لي مخير قالت لي لا غادي ما قبل ما بغاش انا تحولي باغا حولي كبار منه قالت لي انت وياه وانتم جوج دايرين قدكم كاين بنادم ما لقيتش باش يعيط وانا هذاك الشيء اللي داير عليك راه ما يديروش عليك خوك كانوا مع ست الصباح كياخذ 12 صندوق ديال الليمون ولا ديال العنب اذا لقى النار هو كيحرس في الاخر كيجي كيخلص الكركره يخلص لك الموده واكله شاربه اش بغيتي علاش كتقلبي انت كتقلبي على المشاكل قلت لها بحال ماك راه الله شاهد عليك قلت لها كتقلبي على المشاكل وزيدون اللي غنطولوا نقصروا معاك بحال ماك انت ماشي مره ديال الجواز في الحقيقه في الحق الا قلت لك واحد الكلمه نقسم بالله العلي العظيم عندي ثلاثه الاولاد نطير عليهم راه موتوري بغيت ربي يشد لي العقل عرفتي اش قالت لهم راه عندي قالت لي انت مالكي حالتك بحال ماك انت ديري الماكياج وديري نقسم بالله العلي العظيم مرتي ما كتخزنش عليا نقسم بالله قلت لك مرتي ما كتخزن عليا عرفتي مني قلت لي قلت نهار لقاك واقفه معاه نقطع لك عنقك خليني انا خدام وتخرج بالكورونات في الزنقه واش ترجع ودازت مده حتى التقيت معاه في العشيه قال لي المره ما كايناش قلت لي فين مشات قال لي راه في الوالديه تصور وراني الفيديوهات قلت لك قبيله قلت لك الفيديوهات وراهم ليا بالكورونات كتطاح واش هذه المره ديال الزواج جيت وقلت هذه الرساله وصلتها ومازال غتبعوا هذه القضيه تنقول لكم مازال غتبعوها واخا دوز مده ديال 15 عام غتبعوا هذه القضيه لان هذه قضيه وقضيه كبيره قضيه الدعاره وسحر وتصدير خارج البلاد الضحيه ديالها هو هذا الابن والاب الاب تنقد لكن اللي حصل باقي حصل الابن زيزون انا تنطالب من السلطات باش تدخل في الامر بغيت ولدي ما يعيش في هذيك الدار